ولاقي يونس رئيس الجامعة المغربية لمقاولة سوريا تستغل الطرق المغربية. اليوم كتجي هذه الوقفة احتجاجية بمدينة السطات بعد عدة اجتماعات مع الناس ديال العمالة التي لم تفضي إلى حل بخصوص الطاكسيات التي أصبحت تصل وتجول بمدينة السطات دون حاسب ولا راي. احنا اليوم كما كتعرفوا كجمعنا الظاهر 63 كجمع جميع أنماط النقل. بالنسبة للطاكسي فهو له من كيتعدى 50 كيلومتر عفوا يجب أن يحصل على الترخيص، وباش كيقوم برحلة هو ما كيقومش باستقطاب الركاب أو بحمل وإنزال الركاب، هو يقوم برحلة وتكون لديه العودة فارغة. هنا ولينا كنشوفوا بأن الطاكسيات على الصعيد الوطني تقوم بالمبيت بمدينة السطات، كتصبح كتستقطب الركاب لدرجة أن الركاب ما أصبحوا ما كيوصلوش المحطة الطرقية ديال مدينة السطات، ما أدى الحافلات إلى واحد التدهور كبير اللي أصبحوا كيعيشوا فيه واحد الخيبات كبيرة، لأن ما بقاوش الركاب كيوصلوا المحطة. كنلاحظوا بأن الطاكسيات تصل وتجول ولا تعود فارغة داخل مدينة السطات بجميع الشوارع بجميع الأزقة بدون أن تراقب أو تحاسب. والحافلات ديالنا رغم انها تتوفر على حمل انزال واركاب المسافرين اثناء سير الجولان فهي تحرر في حقها مخالفات، والطاكسي كيعمر قدامه ولا من يحاسبه. حنا اليوم اضطرينا باش نديروا هذه الوقفه الاحتجاجيه باش نعبروا على مدى الضرر الذي اصبح يلم بنا، وباش هذا السيد العامل يستفق معنا شويه ويطبق معنا القانون، لان هذه المشاكل وهذا عدم تطبيق القانون كنلاحظوا الا في مدينه السطات اللي اصبحت تعيش واحد التدهور كبير بما يخص النقل بجميع انماطه، لدرجه ان هذه الطاكسيات عندها محطه وحده ولا اصبحت كتستعمل عده محطات عشوائيه وكتستقطب من الركاب دون ان يحاسبوها احد. اليوم حنا مضطرين باش نوقفوا ونزيدوا نوقفوا الى ما تخدش معنا القرار، او سوف نقوم بمسيره باتجاه الرباط باش هذه الحافله، لان اصبح المدخول ديالها جد متدني لا يفوق 100-150 درهم. الى اين هذا؟ بلدنا الحبيب اللي غادي يقوم بعده تظاهرات دوليه ويعيش مثل هذه الماساه وهذا لا تطبيق القانون، هذا لا يعقل. اليوم حنا صامدون حتى تتخذ القرارات القانونيه التي سوف تعود على هذه الحافلات ان شاء الله بالنفع. شحال كاين شي واحد عدد كبير دابا ديال الحافلات واقفين تقريبا، شحال تقدرهم لينا؟ تقريبا كاين واحد 35 حافله اللي هي ومازال الحافلات جايين، هذه هي اللي كتقوم كتغطي هذا المسار بين السطات والدار البيضاء، واللي هي كدير ان سول ديبار بار جور، ان الي ان روتور، ذهاب واياب، ما بقاتش كديروا الان. يمكن كتبقى بعض المرات اللي هي متوقفه ما كتقومش بالعمال نظرا لهذه العشوائيه اللي كيقوموا بها اصحاب الطاكسيات بدون مراقبه. وحنا اليوم كما سبق لي وقلت لك مضطرين، علاش؟ لان المدخول تضاءل، ملي غتولي حافله تمشي وتجي وتخلي 100 درهم وهي تابعه مصاريف عده من ضمنها التامين ضمن الضرائب من الضريبة على المحور الى اخره، اللي غتجيب هذه الاموال اللهم توقف. والناس كاين هنا الغالبية ديالو المعيل الواحد ديالو هو هاد المهنة هادي. حنا كنتفاجئوا بهاد المدينة اللي كتعيش هاد المشاكل وهاد لا تطبيق القانون. اليوم حنا نطلبوا من السيد العامل أن يطبق القانون بحذاره فيه. حنا غادي ندخلوا المحطة ديالنا، المحطة ديال الطاكسيات، هناك محطة واحدة غيمشيو لها الطاكسيات ديالهم، وقرار عاملي يطبق من الظاهر، هو منسق من الظاهر 63. غيكتبوا السيد العامل من حقه لانه غيطبق غير القانون، حنا ما غيعطينا حتى حاجه من عنده، سوف يطبق القانون بالعوده الفارغه، وما يبقاش المبيت ديال الطاكسيات خارجه عن مدينه السطات تقوم بالمبيت داخل المدينه، وهنا كل شيء غيشتغل فيما يرضي الله، والمواطنين او الركاب ديالنا غادي نسترجعوهم، لان كيديهم لنا واحد اخر بلا قانون. ما خرجش عندكم شي مخاطب هنا يتحاور معاكم شي؟ هم يخاطبونا احد الا السيد باشا عطينا بعض المعلومات. كان غادي نوصلها للسيد العامل. حنا الان باقي الخطوات ماجيه النضاليه في هذا اليوم باذن الله. حنا يمكن الى ما خداوش معنا قرار حنا متوقفين. هذا هو السؤال اللي بغيت نطرح عليك. اليوم غدا شهر ما عندناش المشكل، كما سبق لي وقلت لك الاخ الكريم ان المداخيل اصبحت متدنيه 100-150 درهم، علاش غيمشي يخدم هذا الكار؟ هو اصلا متوقف.
يعني حنا ماشي مكرهين باش نديروا هذه المحطه في النضال من اجل استرجاع مكتسبات ديالنا وتطبيق القانون. حنا في بلد الحق والقانون خصنا نشوفوا على ارض الواقع التطبيق تاعنا. حنا مازلنا كننتظر لحد الساعه وغنشوفوا ما سوف يقوم به السيد العام المستقبلي. شكرا لك. شكرا. السلام عليكم. السلام احمد. بخير. الله يبارك فيك. شنو المشكل اللي عندكم اليوم؟ بدالي خفي نائب الامين العام للمركزية النقابية للجهة العمالية المغربية ومنتج سائقي نقل المسافرين للمغرب. مرحبا. المشكل عندنا اليوم عندنا مشكل مع السلطة. هذه السلطة هي اللي معنية وملزمة بتطبيق القانون. اليوم كنشوفوا السلطة في اقليم ستات وعلى راسها السيد العامل العام ستات وانها تخلى على جميع الدوائر ديال القانون وتخلى على جميع المراسم القانونية. واليوم كيهضر معنا الناس اللي كيمثلوا باللغة ديال ان الناس خصها تعايش، ولكن نتعايشوا ماشي على حساب نتعايشوا انا وياك على حساب واحد اخر. انا اللي كنفهموا في التعايش هو دير القفه الرمضانيه، دير اللي خصو في دارو. اما باش تعايش تخلي واحد الفئه كتعيش بهذه اللغه ديال التعايش على حساب ناس اخرين. اليوم هو اسطول ديال الحافلات كله مهدد بالافلاس والتوقف نظرا لهذيك اللغه ديال التعايش. دونك حنا اليوم عندنا مشكل مع السلطات ديال مدينه سطات اللي هي من المفروض عليها تطبق دائره 63 وتطبق كذلك القرار الولائي في هذا الموضوع هذا ديال منظومه النقل عبر الطرقات. حنا اليوم كنطالبوا تطبيق القانون لا اقل ولا اكثر، ما كنطالبوش نديو شي حاجه ديال شي حد اخر. حنا القانون في صفنا وعندنا ما يثبت ولدينا الحق. حنا كدوزيام تروازيام كاتيجوري حق في الريكولاج. واليوم مدينه سطات القانون فيها مقلوب، اللي عنده الحق محروم منه واللي ما عنده حق يصول ويجول في مدينه سطات. تحيه. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.